نظمت مدرسة الإيمان العربية مناسبة والتي حضرها العديد من التلاميذ وأساتذة المدرسة. تفاصيل الخبر مع فاطمة داود. 40 عاما مضت منذ تأسيسها مدرسة الإيمان العربية التي تعد من أبرز المؤسسات التعليمية العربية بتشاد. جاءت هذه المناسبة التي دفعت برواد المؤسسة أن ينظموا يوما بهيجا من أجل إحياء الذكرى الأربعينية التي سجلها التاريخ في أرشيف الدهر، مع إنجازاتها العلمية العديدة، منها تخريج الدفعة 11 لعام 2016 وعام 2017. رئيس اللجنة التنظيمية في كلمته قد شكر كل الحضور الذين قدموا إلى هذه البقعة المحتفل بها. من جانبه أمين الشؤون العلمية السيد داود محمد ممثلا لمدير مدرسة الإيمان فقد أشار إلى هذه البادرة التي من شأنها تسهم في رفع مكانة التعليم. هذه المؤسسة الأريقة خلفت بصمات وما زالت تخلف بصمات، كما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة القائمين على إدارة هذه المؤسسات الثلاثة التي بداخل هذه الثانوية، وأرجو من الآباء أن يعينوننا على متابعة الأبناء. مدرسة الإيمان فقد تم تأسيسها في 10 أكتوبر لعام 1976، ومنذ ذلك الحين فقد تعاقب عليها 20 مديرا. هذا فقد شهد الحفل توزيع شهادات تقديرية للذين كرسوا جهدهم في إطار النجاح التعليمي، كما شهد تقديم مسرحية توحي بالاهتمام التعليمي للتلاميذ وحثهم من قبل أولياء أمورهم. التقرير للزميل آدم حنفي فاضل. بهذا ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.